مرحبا يا حبايب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ تحبوا السمك المشوي ولا السمك المقلي؟ بالصوص الحارة ولا السمك المشوي؟ عملت لكم اليوم سمكة مشوية بالفرن. تعالوا مع بعض نشوف طريقة التحضير. هلا حبايب، معدل السمكة الحارة بدنا ملح، كزبرة خضراء، معجون طماطم او دبس بندورة، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، ثوم ناعم، دبس فليفلي حار سبايسي او حلو مثل ما بدكم، بابريكا مدخنه، سمك سوبريم او اجاج بسموه بسوريا اجاج، نحن هون بسموه سوبريم، بهارات صحيحه للسمك، بندورة، فليفلي، بصل، فليفلي حمراء، ليمون حامض، جزر وزيت الزيتون. وهلا حبايب حنجهز صينيه فرن للسمك. فيك تحطوا باسفل الصينيه ورق زبده، وفيك تحطوا خضار، انا بحب احط خضار، بصل، تحطوهم باسفل الصينيه هيك بيعطي طعم كتير طيب للسمك. ليمون حامض مثل ما هو بقشره، توزعوهم بهي الطريقه. الخضار المتوفرة عندكم فيك تحطوا، ما تقيدوا بالخضار الموجودة هون، فيك تحطوا بس بصل وليمون، فيك تحطوا جزر وليمون، بس أهم شيء يكون ليمون حامض، أهم شيء ليمون حامض. وإذا عندكم بهارات صحيحة، ورق غار، كبشة قرنفل، فلفل أسود، وعود قرفة، تحطوها. هيك صارت عندنا صينية الفرن جاهزة. وهلا حنبلش تتبيلة السمك، حنضيف نص دبس الفليفلي والنص الثاني ونص الثوم، حنضيف معلقتين كمون، السمك بحب الكمون كتير، بنضيف كمية كمون زيادة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة بابريكا مدخنة، نضيف كزبرة ناشفة، الكزبرة الخضراء سوري عفوا، رح نضيف نص كمية معجون الطماطم أو دبس البندورة، معلقتين صغار ملح. هلا حنضيف نص حبة فليفلي خضراء، حبتين بندورة، حبة ليمون حامضة مثل ما هي بالقشر تبعها، فليفلي حمراء، وما ننسى زيت الزيتون، ونص بصلي. الخضار الباقية حنرجع نطحنها ونعمل منهم صوص الحارة. هيك صارت معنا صوص جاهز بهذا القوام. هلا رح نضيف التبلي وعاء عشان نتبل السمك ونحطه بصينية الفرن. هلا حبايب رح نجرح السمك. عندي السمك انا منظف جاهز، فيكوا تجرحوه بالطول، فيكوا تجرحوه بالعرض. حطوا تشبع السمك بالتبلي، تحطه بقلبه، فيكوا تحطه بقلبه شرايح ليمون حامض مثل ما هي، حنشيلها على صينية الفرن. خليها تنام وترتاح. وهي التبلة اللي فضلت نحطها فوق السمك. صارت صينية السمك جاهزة. بإمكانكم تغطوها بالألمنيوم إذا عندكم فرن كتير قوي. أنا ما بدي أغطيها. فيكم تحطوا ورقة زبدة بعدها ورقة ألمنيوم. فيكم تغطوها بس أهم شيء تحطوا لها زيت الزيتون من فوق. كتير السمك بحب زيت الزيتون، ما تحطوا سمك زيت نباتي عفوا. هلا نحط السمك بالفرن بأسفل رف بالفرن على درجة حرارة 200 وفوق من تحت. هلا حنحضر صوص السمك الحارة. صوص بنحط، حنحط البندورة، كل الخضار المفضل الباقي قطعتا، فليفلة حمراء، بصل، حنضيف البهارات، معلقة ملح، معلقتين كمون، نص معلقة صغيرة بابريكا، كزبرة ناشفة، فلفل أسود نص معلقة صغيرة، ثوم، دبس الفليفلي، آخر شيء دبس البندورة. هلا بنضيف الزيت
عندنا معلقتين صغار. وهلا صار الصوص جاهز، نحطه مثل ما هو بالطنجرة ونحطه على النار حتى يصير سميك ونزين فيه آخر شيء السمك. نحط الصوص من فوق الطنجرة على النار، نتركها حتى تتسبك، تاخذ ربع ساعة أو نص ساعة حتى تصير سميكي. شوفوا كيف الخضار منا ناعمة كتير. حبايب القلب، وهلا صار السمك جاهز. اكتبوا لي بالتعليقات تحبوا السمك الحرة ولا السمك المشوية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا المتابعة والشير واللايك. بشوفكم بحلقة تانية. شيف برهان.